شافت الرسول عليه الصلاة والسلام في المنام واداها علاج بتاع السحر اللي كان في بطنها واللي كان مؤلمها شديد. وسبحان الله، كانت وصفة من وصفات الطب المحمدي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني الليلة القصة التي سنحكيها يا عباد الله، تحكي صاحبة القصة أنها كانت مريضة في بطنها وكان مرضها شديد جدا، فعندما ذهبت إلى الأطباء وذهبت إلى الشيوخ فقالوا لها أن ما في بطنها هذا سحر مشروب، فذهبت لأكثر من واحد، فهذا كان يقول لها أنه مشروب، وهذا كان يقول لها أنه سحر مأكول، وهذا كان يقول لها أنه سحر مرشوش، فتعبت يا عباد الله وتألمت لذلك ألما شديدا. هناك يا عباد الله من الدجالين الكثر، دجالين كل شغلتهم إن هم يأخذوا أموال الناس بغير حق، فتعبت من كتر اللف على من يسمون أنفسهم بالشيوخ ولا يساعدون الناس ولا يساعدون الناس في شفائهم. فقالت بعدما سمعت مقطع على اليوتيوب عن فضل الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقالت منذ ذلك اليوم وتمسكت بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الصلاة الإبراهيمية يا عباد الله، أي صلاة تصلي بها على النبي محمد هي صلت على النبي محمد بالصلاة الإبراهيمية. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه هي الصلاة الإبراهيمية يا عباد الله، تمسكت بها هذه البنت وبدأت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم، كل يوم قبل ما تنام تبدأ تصلي على النبي محمد بكثرة وبعدد كبير، حتى جاءت في يوم وكانت يعني سبحان الله يعني امتلكها الهم والحزن والكآبة، فصلت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعدد كبير وبعدد وفير قبل النوم، فسبحان الله، فقالت فجاءتها غفوة فنامت. رأت في منامها يا عباد الله رؤيا صالحة، رأت أن الناس مجتمعون وينتظرون طبيب اسمه أحمد، فانتظرت فإذا بالطبيب جاء للناس وتكلم مع الناس جميعا، فجاءت هي تلك البنت وقالت خلوني أتكلم مع الطبيب وجها لوجه أو بمفردي، يعني أنا عايز أتكلم مع الطبيب على انفراد، أريد أن أحكو أو أحكي له همي وأشكو له ما يوجعني من شدة الألم ومن شدة البأس. فمشت مع الطبيب الذي هو اسمه أحمد وهي تتكلم معه، فقالت فكيف يكون علاجي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظرت إليه فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. ويا عباد الله، من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فكما في الحديث فمن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بهيئتي صلى الله عليه وسلم. ومن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم يا عباد الله أحمد، اسمه أحمد يا عباد الله. فحكت الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم طبيب القلوب، فالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا أنت دلوقتي هتكتب تعليق بالصلاة على النبي محمد وتشترك في القناة إن شاء الله وتشارك الفيديو والدال على الخير كفاعله دلوقتي حالا،
صلي على النبي محمد، اكتب تعليق بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي محمد يا عباد الله هو طبيب القلوب وشفاؤها صلى الله عليه وسلم. فحكت له الموضوع وقصت له الخبر وقصت له الألم الذي في بطنها، وأنها ذهبت إلى الشيوخ وهذا يقول لها أنه مشروب، هذا يقول لها أنه مأكول، وهذا يقول لها أنه مرشوش. فجاءتها البشرى من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها: يا أمة الله، عليك بكوب من ماء، كوب من الماء، يا أمة الله عليك بكوب من ماء، تجيب كوب من كوباية مية وتضعين بها 3 ملاعق من الملح، 3 معالق من الملح، وتقرئين عليها الرقية الشرعية، ثم بعد ذلك تشربينها وسيأتي الفرج من قبل الله عز وجل. فتقول: فاستيقظت من المنام منشرحة الصدر، فذهبت إلى الشيوخ الثقات وسألتهم وأخبرتهم بما رأيت في منامي، وأني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو أخبرني أن علاجي في كذا وكذا كوباية مية فيها 3 ملاعق أو 3 معالق ملح وتقرأ عليها الرقية الشرعية. فقالوا لها أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم. يا للبشرى، يا لجمال البشرى، عندما يأتيك النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. فيا عباد الله، فهناك أناس يذهبون لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك أناس من يأتي لهم النبي صلى الله عليه وسلم ليزورهم. فيا لتلك البشرى، لمن يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ويعطيه علاج يشفيه. طب إيه الرقية الشرعية يا عباد الله؟ إيه هي الرقية التي أقرأها على الماء مع تلك الملاعق من الملح حتى يشفيني المولى تبارك وتعالى؟ اسمع بعد ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. الرقية الشرعية يا عباد الله، كما في الكتاب والسنة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هناك أحاديث وهناك آيات. طيب نبدأ بسورة الفاتحة 3 مرات، جيب ورقة وقلم واكتب معايا، وانت اللي تقرأ، تحط صبعك اليمين، أي صبع من أصابعك اليمين، في كوب الماء وتبدأ تقرأ، وتبدأ تقرأ، تقرأ سورة الفاتحة 3 مرات، وآية الكرسي 3 مرات، وسورة الإخلاص 3 مرات، وسورة الفلق 3 مرات، وسورة الناس 3 مرات، ثم تقول: بسم الله أرقيك والله يشفيك 3 مرات، ثم تقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات، ثم تقول: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة 3 مرات، ثم تقول: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات. هذه هي الرقية الشرعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم يا عباد الله. هناك من يزيدون في الرقية وهناك من يكثرون على ذلك، ولكن أنت إذا فعلت ذلك وفعلت هذه الرؤية كما رأت هذه الفتاة هذا المنام عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاعلم يا عبد الله أن الشفاء آت لا محالة. تقول: فبعدما فعلت ذلك فإذا أنا إنسانة جديدة أتحسن بسرعة، شفاني المولى تبارك وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يشفي كل مريض مسلم وأن يعافي كل مبتلى مسلم، هو ولي ذلك والقادر عليه.